اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا استاذ وسهلا، منور وتملي ابقى سعيد بان انا ابقى معاك في اللقاء بتاعك وفي البرنامج بتاعك ان شاء الله. انت علامه مميزه، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. بس يعني اتصال. طيب يلا نتكل على الله، نتكل على الله ان شاء الله. طيب تمام، طب خلاص بعدين ماشي. كنت بقول كل سنه وانت طيب يا دكتور. طيب بس طبعا انت مش هتعرف انا عرفت ازاي. انا بقول لك كل سنه وانت طيب طبعا. أنا هو عشان عيد العيد ثورة العيد جاي. انا تقول لي ثوره ولا ثوره 23 يوليو ولا عشان العيد. عامه يعني كل الناس كل سنه وهي طيبه، بس انا عرفتها من مصدر ما ان ده كان اسعد يوم في حياتك. لا 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 لا، حياتي الاجتماعيه يعني. ايوه مش انا عارف انك انت بتحب تخش في الشغل على طول، واهم حاجه عندك المريض. بس انا متهيألي الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لك. كل سنه وانت طيب، بمناسبه عيد ميلاد الزواج. الله يبارك فيك للدكتور الفاضل محمد سعد حامد. الله يبارك فيك، وبنهنيك وتملي. لما بتجيب السيره بتقول ده كان اسعد يوم في حياتك، وبتشكر ربنا يبارك في هذا اليوم السعيد طبعاً. والاسره الكريمه دي وتملي بتشرب. يا ريت كل زوج يبقى بنفس. انت كده هتروجني كزوج. لا 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 لا. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا حسين. الله يخليك. اوكي. معانا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا متشكرين على البرنامج ده يا باشا، ما يفيدنا وبنشكر الدكتور محمد سعد لأن أحسن دكتور في الدنيا يا باشا. ربنا يكرمك، ربنا يجعلنا يعني على حسن ظنك. الله يكرمك يا باشا. لو سمحت، أنا طولي 150. نعم. وعندي سمنة شوية كتير، والسكر ما رضيش ينزل عن 300 و400. من إمتى سيادتك سنك كم سنة يا فندم؟ سن 54. والوزن كام يا حبيبي؟ الوزن 100 والطول 150 سنتي. والسكر بقاله كم سنه يا حبيبي؟ 4 سنين او 5 سنين. ما رضيش ينزل عن 300 400. باخد ديماك وسيدوفات. طيب ومفيش فايده، مش عارف اعمل انا دول. طيب يا حبيبي، او بس انا عايز اسال في حاجه واحده بس. سيادتك من 4 سنين ماشي على العلاج ده ولا حصل فيه تغيرات؟ لا لا، ما بصراحة مش مظبوط. أنا مش ماشي على علاج مظبوط لأن شايفه مش هيجيب نتيجة. لا خايف أخش على الأنسولين. لا، من حول سيادتك يعني إحنا دلوقتي حضرتك بقالنا 4 سنين على نفس العلاج اللي حضرتك بتاخده ده وما غيرتوش. أيوه ما غيرتوش. والوزن ما قلش آخر 6 شهور أو 3 شهور؟ لا ثابت يا أستاذ محمد، ثابت. طيب اتفضل اقفل وانا هرد وهكتب لك العلاج حالا دلوقتي ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. ما ناخدش بس التاني على ما ارد عليه ان شاء الله. انا عارف ان عندك اتصال تاني. ام مصطفى. ان شاء الله. معلش يا ام مصطفى، ثانيه واحده بس. احنا بنقول سيادتك هو بياخد الدواء بقاله 4 شهور واربع سنين، ومعنى ان وزنه ما بيقلش دي علامه طيبه. طب ال 600 سكر 600، انا مش عارف زملائي ازاي سامحين ان السكر يبقى عالي كده فترات طويله. فاحنا هنجرب برضو، نخلي بالنا ان انا ما بكتبش ادويه غاليه، يعني انا متعمد ما اصرفش ادويه غاليه، وربنا هيكرمنا. انت استاذ محمد لازم نخس يا حبيبي من 10 20 كيلو. هنخسهم ازاي؟ اللي هو الخسسان يسوي جوع، مش السكر هيخسسك، ده غلط ان السكر يخسسك. فحضرتك لو بتاكل النهار يعني بتاكل كميه معينه الاكل يقلل منها 30%، التلت. انا مش عايز اعرف ايه الاكل. ويمشي كل يوم نص ساعة أو يوم ويوم ساعة براحته، ماشي خفيف قوي يعني على مهله. نمرة 3، هناخد دلوقتي دواء جديد حضرتك اسمه دولسيل 4 مللي جرام قبل الفطار. الحلقة دي تقريبا بتتعدي الساعة 1 بالليل. بتعدي بالليل والصبح كمان. حضرتك يبقى دولسيل 4 مللي جرام حباية قبل الفطار بنص ساعة، ونص حباية أو 2 مللي جرام تاني قبل الغداء. وهناخد جلوكوفاج 1000 قبل الاكل 3 مرات، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. وهناخد حاجه اسمها كروماكس، ده حبايه كبسوله قبل الغداء وكبسوله قبل العشاء بنص ساعه. الكلام ده هتلاقيه تاني. فنخش على المريض اللي بعده. تمام كده. معانا ام مصطفى. السلام عليكم. عليكم
وبركاته استاذ. ايوه استاذ احمد، السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ حسام، مع سيادتك حسام رفاعي اللي معاك، اتفضلي يا ام مصطفى. استاذ ازيك يا استاذ حسام، بسلم على الدكتور حامد، وكل سنه وهو طيب وزمان سعيد وامر مديد يا رب. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم. ربنا يخليك. كنت هسألك الدكتور حامد بعد اذنك، بنتي كانت عايزه تكلم حضرتك وتسال عليك وتقول لك على مشكله ابنها. قوي قوي تحت امرك، اهلا وسهلا. بس وطي التلفزيون بس لو سمحتي. ماشي يا دكتور. بقول لحضرتك انا ابني عمره 6 سنين. نعم. وكذا مره لاحظت عليه ان هو بيسخن كل شهر، مثلا ممكن يسخن مره. انا عملت له قبل كده، كان عنده تيفود وعملت له تحاليل وخد العلاج وخلاص على كده، والدكتور قال لي ما تكرريش العلاج تاني لان كل ما تحللي هتلاقي نسبه. صح. ودي بتبقى اجسام مضاده. وبعد كده لما سخن تاني وكشفت عند الدكتور انف واذن، قلت يمكن لوز، الدكتور قال لي لا، السرعه في الترسيب مش عاليه قوي، والميكروب الصبحي عشان ما نستعجلش ونشيلها، وهي بيبقى ليها فوائد. طيب. وبعدين وديته لدكتور مناعة حلل لي اللي هي أنيميا البحر المتوسط، وبعدين برضو ما لقيش فيه حاجة، كان ناقص فيتامينات بس برضو السخونة مستمرية معاه، كل شهر بيسخن، السخونة بتقعد على الأقل 3 أيام. طيب حضرتك أول مرة ما تشخص تيفود هو سنه 6 سنين صح يا فندم؟ آه دلوقتي 6 سنين. آه أول مرة جات له السخونية كان سنه قد إيه؟ لا كان بتجيله من زمان، انه هو مثلا 4 سنين كده او حاجة. طيب اوكي. كانت وصلت كام الحرارة اول مرة؟ اول مرة كانت ممكن توصل ل40، بس كنت بفضل اديله خوافض بقى. طيب خف بعد كام يوم من بداية العلاج اللي الدكتور قالك عليه تيفود واداك العلاج؟ كان بياخد العلاج ويقعد مثلا 3 4 ايام، وبعد كده لما السخونة ترجع له كان الدكتور يقول لي قرر العلاج تاني. ما هو حضرتك يعني اذا ما بياخد مضادات حيوية بيخف. بس بتطلع له قرح كتير في بقه. طيب هو انا شايف ان الجهاز المناعي لازم يتشاف، مش عشان ان هو عنده انخفاض مناعه، ده انا اخشى ان الحراره دي نفسها تكون ناتجه عن المناعه نفسها، ودي بتبقى يعني حضرتك التيفود ده انا مش مقتنع بيه ان هو كان عنده تيفود الحقيقه، لان التيفود ما بيتكررش بالصوره دي، واخده بال حضرتك؟ نمره 2، التشخيص التيفود بناخد عينه حضرتك من الدم اثناء الحراره ما هي عاليه، ويطلع الميكروب بتاع التيفود بيتزرع في المعمل، غير كده حتى الاجسام المضاده مش معترف بها في امريكا، واخد بال حضرتك؟ مش محطوطه جوه المرض. طب ايه اللي هنعمله حضرتك دلوقتي؟ سرعه مره يكون بعيد عن الحراره، نعمل سرعه الترسيب ونعمل حاجه اسمها ايه ان ايه، واخد بال يعني يبقى يعيدوا الحلقه بعد كده، يبقى صوره دم وسرعه الترسيب والاي ان ايه واي جي ام واي جي جي وانتي مايكروزومال انتي بوديز، انتي ميتوكوندريال انتي بوديز، يعني نعملهم مبدئيا ونشوف الوضع ان شاء الله. الف سلام. شكرا على الاتصال، وارجو انك انت تتابع الحلقه على الفيسبوك او اليوتيوب قناه الصحه والجمال، او بتتعاد كمان يبقى او لما تتعاد ان شاء الله تشوفوها، ويا ريت تتابعوا التردد الجديد من الشهر القادم 11823. لا هم يحولوا من دلوقتي، يحولوا من دلوقتي. واخد بال حضرتك؟ انا شخصيا حولتها 11823 التردد الجديد. رأسي. رأسي. ناخد اتصال من الفيوم. ام مصطفى سلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا ام مصطفى. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيكي. انا كان عندي السكر من 26 سنه وباخد ديمكرون 60. طيب سن سيادتك قد ايه يا فندم؟ وعندي الضغط باخد كوتارج 160، وباخد كلكوفاج بعد الغداء، بس الحمد لله السكر يعني كويس مش وحش. طيب. انا بقى عندي مشكله دلوقتي، انا مش بحب الحقن، وبعدين عايزه اخد فيتامينات، باخد ليفيبيون مرتين في الاسبوع. طبعا عايزه حضرتك ايه، عايزه استبدل الحقن دي ببرشام، لان انا صراحه الحقن انا بديها لنفسي بس صعبه، يعني صعبه قوي. طيب فممكن حضرتك، انا عايزه يعني برشام او حاجه بديل ليها. السكر بتاعك مظبوط مش كده؟ لا، الصايم 126 والفاطر اغلبيته بيبقى 185، وبعدين وزني 95 وطولي 160. طيب ما عنديش مشكله من السكر الحمد لله. لا 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 استني بس، احنا اصلا مش انت اللي هتمليني يا ام مصطفى. ايوه اتفضل حضرتك. احنا مش قاعدين هنا بعد ما بنتكلم على غدا ولا على عشاء، ازاي هنعمله يعني؟ اتفضل. سكرك 126 معقول. لكن 185 بعد الاكل دي عاليه. ومش مستحبه على المستوى البعيد. فانت بتاخدي الجلوكوفاج ازاي؟ باخده بعد الغداء واحده بس 1000. لا
هنقسمه بقى يا فندم ادام كده على 850 حبايه قبل الغدا بنص ساعه وحبايه قبل العشاء بنص ساعه. يعني بلاش حضرتك ال1000. ما هو ال1000 انا ممكن ادي 1000 مرتين. بس انا شايف ان سكرك هيتظبط على 850 قبل الغدا بنص قبل مش بعد. قبل الغدا بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه، يبقى انا كده ان شاء الله وصلت الى معدلات سكر. انا عايز اللي بعد الاكل ما يزيدش ليكي ولغيرك عن 130-140 عشان ما يبانش بعد فتره طويله لا قدر الله يحصل مشاكل. بالنسبه للفيتامينات مع السكر كلام فارغ اساسا، لكن ممكن تاخدي دواء اسمه ملجا كل يوم حبايه او اتنين يغنيك عن الحق ان شاء الله. شكرا، الف سلامه يا فندم. شكرا مصطفى. ناخد الاتصال اللي بعده الاستاذ رؤية. سلام عليكم. ناخد الاتصال رؤية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم. اهلا ست رؤية، اهلا بيكي. دكتور اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي يا ست رؤية، بس بعيد عن التلفزيون برضه. بعيد والله عن التلفزيون. شكرا. بقول لحضرتك يا دكتور، انا كنت مكلمه حضرتك الاسبوع اللي فات علشان عندي السكر. نعم. فنسيت اقول لحضرتك على ومشيت على العلاج زي ما حضرتك قلت لي، بس الفيروس بقى لها سنه ما بتجينيش، من ساعه ما السكر جاني هي ما بتجينيش. طيب انا قلت لك خدي علاج ايه يا فندم؟ انا باخد اللي هو الروجين دوت، وفي حاجه تاني معاه باخد الصبح وبالليل بعد قبل العشاء وقبل الفطار. العلاج اللي هو في حاجه اسمه أنا نعم حاجه اسمه بلس ولا ايه؟ يعني فيها بلس جي يا دكتور مش فاكره والله اسمه ايه. هو 50 مللي. ما هو 50 500 ولا 50000؟ لا 50 مللي. مرتين في اليوم باخد الصبح بالليل. طيب قبل الفطار وقبل العشاء. اوكي ماشي. وتقال لي حضرتك الوزن بتاعي كان 51، وزنت الاسبوع اللي فات 56. يعني لا يعني زدت 5 كيلو في اسبوع؟ لا مش في اسبوع، انا كنت من حوالي 5 شهور كنت 51. فوزنت دلوقتي بقت 56، لان انا كنت باخد اللي هو البتاع الانسولين وبطلته. بدات افتكر الوزن ده تقريبا بقى زاد اثناء الانسولين، الله اعلم مش عارفه هو زاد الوزن وبعد كده بقى انا سبت دلوقتي على 56 كيلو. طيب السكر الصايم كام دلوقتي وبعد الاكل بساعتين؟ السكر حاليا دلوقتي في الاسبوع مشيت على العلاج اللي حضرتك قلت لي عليه، بقى الصايم 150 والفطر 250. طب وقبل ما تمشي العلاج بتاعك كان بيبقى كام؟ كان 450 الفاطر والصايم كان 250. خلاص ده انت بقى تدعي لنا دعوتين كده وبعد صلاه الفجر. خلطي جدع. ربنا يبارك لك. طيب بصي على نفس العلاج ده هتلاقي السكر بدا يتظبط خلال الشهرين ثلاثه الجايين. يعني اوعي تطلعي ولا فوق ولا تحت. ايه سؤالك بقى دلوقتي اللي انت عايزاه؟ البيريود ما بتجيش عشان البيريود بس يا دكتور متاخره. الدوره ما بتجيش. سن حضرتك كام سنه؟ انا 27. ده انت عيله. بقى لها هي سنه كده مقسم من ساعه السكر ما جه، هي كانت بتيجي ضعيفه جدا ودلوقتي منعت خالص ما بقتش. عندك اولاد؟ عندي اثنين. ما شاء الله. يعني الدوره اخر مره جت امتى؟ هي كده بقى لها سنه بالظبط. لا متاخره. طب هتعملي لي هتعملي لي تحليل؟ يعني هو يعني ايه مش 100 قوي اللي احنا عايزينه عشان ما نضيعش وقتنا. هنعمل حاجه اسمها ال اتش واف اس اتش، وهنعمل حضرتك استروجين بنسميها E2 LH FSH، وكفايه كده عشان ما نصرفش عليك. وصوره الدم او نسبه الهيموجلوبين عشان ما تتكلفيش كتير. يبقى 1 نسبه الهيموجلوبين، 2 خلاص اقفلي حضرتك نسبه الهيموجلوبين LH FSH E2، والحلقه بتتذاع تاني سجليهم ويدوهم للمعمل. ماشي يا استاذ رؤية، شكرا بالتوفيق ان شاء الله. ناخد اتصال بعده ام سيف. سلام عليكم ام سيف. الو ايوه السلام. السلام ورحمه الله. اتفضلي يا جماعه. دكتور كان دكتور محمد. اتفضلي سامعك بس بعيد عن التلفزيون. وطي التلفزيون وبعيد عنه شويه بس. ماشي حاضر ماشي شكرا. بص يا دكتور حضرتك انا عندي السكر بقالي 8 سنين دلوقتي. نعم ماشي. وبعد كده هو انا باخد انسولين وكان وزني 100 كيلو وانا طولي 160 كيلو 160 في الطول. ووزنك 100؟ ماشي اوكي وصل لك. وزني 100 بقيت هنعمل ايه في الاسبوع؟ لا السن كام سنه يا فندم؟ سن سيادتك؟ عندي 36.
انت عيله برضه ما شاء الله، احنا كله شباب اليوم النهارده ولا ايه؟ الدوره منتظمه طيب عشان بالمره يعني. الحمد لله. والسكر بقاله كام سنه يا ستي؟ باخد الحقنه اللي بتاعت 3 اشهر ديت عشان الحمل. فمنعها خالص تيجي، منعها خالص معايا يعني تيجي. ما بتجيش الدوره؟ لا ما بتجيليش خالص، بقالها سنين ما بتجيليش، يمكن 15 سنه. ده انت 36 سنة ولا انا سمعت غلط؟ 36 عمرها 36. طب والدورة 36 ما تبعد عن التلفزيون لو سمحت عشان بس الصوت بيتأخر وبيضيع وقتك. ممكن حضرتك؟ أم سيف ابعدي بس عن التلفزيون شوية بس. ماشي بعيد يا دكتور. اتفضلي. أنت سن حضرتك كام سنة؟ أنا 36 سنة. 36 36 والدورة ما بتجيش بالها قد إيه؟ بقالي حوالي 15 سنة، من عمري بنتي الكبيرة بقالي 15 سنة. هو أنت متجوزة سن 20 سنة؟ لا أنا متجوزة 18. 18 وربنا كرمك بكام عيل خلال السنتين دول؟ ثلاث عيال. ها؟ معايا ثلاث عيال. ما شاء الله. احنا على طول ما شاء الله. يعني أنت طيب، سيادتك عندك سكر بقالك كام سنة؟ لا حاليا أنا دكتور السكر بيبقى عالي عندي على طول، يعني ما بقاش منتظم، على طول عالي. أنا بس أرد على سؤالي، السكر بقاله كام سنة عند سيادتك؟ بقالي 8 سنين. 8 سنوات. وزنك 100 كيلو حضرتك قلتيلي، وطولك 160، صح أنا كده صح؟ يعني في حوالي 30 كيلو زيادة أو 25 كيلو، العلاج اللي بتاخديه أنسولين سيادتك؟ أنسولين كان الدكتور كاتبلي على نوع برشام بعد الغداء وما بقتش أخده. طب الأنسولين كام واحدة في اليوم بتاخديها حضرتك؟ كبسوله واحده. بتقول ايه؟ الانسولين باخد مره كبسوله واحده. هو الانسولين كبسول؟ انت قصدك حقنه واحده؟ لا الانسولين باخد. طب عيدي تاني احسن الصوت بيقطع عندنا. ام سيف معلش هضطر انك انت تتصل بينا تاني عشان هناخد الاتصال اللي بعده. استاذ عاطف سلام عليكم. بس لازم نرد عليها. طيب لو في عندك فرصه خلي الاستاذ عاطف بعد، هنخلص الاستاذ عاطف بعدين نحاول نرد عليه. ماشي هنرد عليك يا موسيف، خليكي بس انتبه. لا اي حد اللي اتصل بينا لازم نرد عليه يا استاذ حسام لو سمحت. تمام بس انا لقيت ان الخط مقطع مقطع بس هي بتقطع برضه. اي حد ان شاء الله لازم نرد عليه. طيب اتفضل انا اتفضل استاذ عاطف اتفضل معاك الدكتور. السلام عليكم يا استاذ حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب يا فندم. يا دكتور سؤال بسيط بس بالنسبه للتريجر فينجر. التريجر فينجر ايوه يا فندم. ايوه علاجه ايه حضرتك؟ لان معايا بقى له حوالي شهرين كده. طيب في امراض اخرى معاه ولا ما فيش؟ سكر كنت كلمت حضرتك في السكر واديت علاج حضرتك. اديت سيادتك علاج قبل كده. التريجر فينجر ده يا جماعه اللي هو بيسموه الصباع بيعلق كده وبعدين يجي يفرد يروح فارد مره واحده. يعني بيبقى فيه الفكره ان في وتر هنا في الحته دي يحصل فيه كلكيعه. الكلكعة دي بتيجي تعدي من طانل يعني ايه تحت اربطة فتتزنق فيها فيجي يعمل روح عامل زي المسدس تريجر يعني اللي هو زي ضربة الزناد نطرة الزناد. هو صباع واحد ولا عدة اصابع؟ صباع واحد اللي في النص الشمال يعني اللي في النص الشمال في النص. حضرتك احنا ساعات نحقن فيه كورتيزون ساعات نحقن فيه مواد مزيبة للتليفات وساعات بتتعمل عملية سيادتك واحيانا لو انت رفعت ايدك وانت نايم واخد بال حضرتك شويه ممكن برضه تتحسن. فاحنا الاول نجرب الحاجه البسيطه هناخد مثلا كيتوفان 50 ملي جرام حبايه بعد العشاء كل يوم لمده 15 يوم ونرفع ايدينا لفوق شويه وهناخد دواء كيتوفان كيتوفان سيادتك. وهناخد دواء مثلا انت سنه كام سنه؟ سن سيادتك كام سنه؟ السن الخط فصل. طيب هو لو سنه حضرتك يعني صغير ممكن ياخد حاجه زي اللازي لاكتون دي حبايه يوم بعد يوم قبل الفطار. الاثنين دول 15 يوم او 20 يوم ربما يفكوا الالتصاقات شويه او بمعنى اصح هيقللوا حجم النديول اللي هي قلت كلكيعه او كده. تمام ناخد الاتصال بعد يا دكتور. اتفضل. الاستاذه نوال سلام عليكم. الو. السلام عليكم اتفضلي. الو انا ست نوال. ايوه سامعينك يا استاذه نوال. روان سيادتك روان. روان ايوه روان. ده انت كلمتيني قبل كده. السلام عليكم يا دكتور اهلا بيكي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي 55 سنة. لا روان التانية اللي كلمتنا قبل كده كانت 30 سنة. ده تسعتك اصلي روان في مصر. هسه روان مين اللي سماك يا روان وانت حضرتك سنك ما شاء الله صغير يعني. اسم جميل. اتفضلي. زي بقول لحضرتك بلاقي صوابع ايديا اتعوجت، يعني اكون بعمل حاجه كده وانا قاعده فاضيه كلبشت كده كلبشت كده. ايوه لا الصوابع اتعوجت يعني ما بقاش متساويين كده. ايوه حضرتك أي زي كده. لا صبع فوق صبع تحت عملوا كده. ايوه ايوه دكتور ايوه اما بالايد. ايوه كده ايوه كده. بالايد أيوة. بالايد اللي بتشتغل. ايوه كده بايدي اللي بتشتغل اللي هي اليمين. طيب. وباجي وانا نايمه ابص الاقي كلبشه في سمانه رجلي ابقى مش قادره افكها، يكون حدا مسكت فيها كده، احاول ان انا استرخى فين وفين لما تفك حضرتك. طيب. تاني حاجه دكتور معلش ركبتي ديت فيها ميه تمام. فرحت عند دكتور عظام فقال لي انت في قطع في الغضروف واحسنك ما تعمليش العمليه، فاداني علاج ومشيت عليه ما ارتحتش عليه. فسيادتك دلوقتي علّى عليا كده تاني واداني ابره في الركبه قال لي عشان تمنع الاحتكاك. ماشي. دلوقتي مش قادره بقى زاد عليا التعب وانا وقفت العلاج بقى له سنتين. طيب سن حضرتك كام؟ قول لي ما تعمليش عمليه. وزن حضرتك قد ايه يا فندم؟ انا 110. طيب احنا لازم كده كده لازم ننزل 20 كيلو لان التقل على الغضاريف صعبه قوي، والراجل له حق انت مش هتلعبي كوره بس البسي ركبه. الاهم من ده وده حضرتك احنا بالنسبه للكلبشه الرجلين وكده هتاخدي حاجه اسمها كلماج حبايه مرتين في اليوم قبل الاكل بنص ساعه، وممكن نكمل عليه ده شهر 2 3 4 مفيش مشكله. حبايه ايه سيادتك؟ كلماج. حضرتك قبل الاكل مرتين في اليوم قبل الفطار والعشاء قبل الغداء والعشاء زي ما انت عايز. ده هيمنع الكلبشات دي بامر الله تعالى، زائد ان احنا لازم نخس بقى وتعملي شويه رجيم وبعد يعني كده. الروماتويد ده يا دكتور؟ ايه؟ مش روماتويد؟ لا ده مش روماتويد، الروماتويد بياخد اللي هو الكلبشه دي. لا الكلبشه مش روماتويد، الكلبشه دي تشنج في العضلات نتيجه احيانا الكالسيوم ما بيكونش متظبط على مستوى النسيج، حتى لو استحى يطلع طبيعي. ممكن تروح لدكاتره لسه يعني ايه حتى اساتذه وكبار، بس ما يكونش بيمارس الطب بمهنيه، بيمارسه على مستوى الكتاب، يعني هو مش عايز انفصل عن الكتاب. فهو يفتكر ان لازم الكالسيوم يبقى واطي، ممكن الكالسيوم على مستوى الانسجه مش مواتي. مش متأين. فبالتالي يطلع طبيعي جدا في القياسات، اما نديه ان شاء الله يبقى كويس. تمام. شكرا شكرا يا استاذ روان. ناخد ام انس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. طب لو سمحت يا دكتور جوزي من قيمة شهر كده عمل حادثه واتخبط في صدره والخبطه وصلت لغايه الرئه. الخبطه عملت ايه يا فندم؟ الخبطه وصلت لغايه الرئه. يعني وعملوا له عمليه؟ ايه؟ او دخل عمليه وقعد 5 ايام في العنايه المركزه. ركبوا انبوبه؟ لا ما ركبوش حاجه. لا خيطوا له الجرح واللي هي الحاجات اللي هي اللي كانت يبقى ما وصلش الرئه. ادام يا ستي ادام ما ركبولوش انبوبه يبقى ما بفضل الله ما وصلش الرئه. يا دكتور من ساعتها يا دكتور وهو الضغط بتاعه عالي خالص، من ساعتها كل يوم نقيس الضغط على طول 160 على 100 170 على 100. وانت مين اللي قالك ان ما كانش الضغط عالي قبل الحادثه بس هو ما كانش واخد باله؟ ممكن يكون كانت ما كانش بيشتكي يا دكتور من دماغه خالص. مش شرط يا فندم. على طول دماغه وجعاه. بصي 90% من مرضى السكر والضغط بيكتشف بالصدفه. دلوقتي بقى يقول يا دماغي اما بقى ياخد باله من نفسه. عموما احنا خلينا بياخد ايه علاج للضغط حاليا حضرتك؟ هو يا دكتور ما اداله الدكتور علاج بس هو مش راضي ياخده غير لما يعمل عملنا تحاليل. اسمعيني بس للدكتور لسه. اسمعيني مفيش حاجه اسمها ضغط ما باخدش دواء والسكر ما باخدش دواء، نعمل التحليل واحنا بناخد الادويه نظبط وبعدين ناخد الادويه لاي مرض على فكره مش ده بس، لان التحليل حاجه وما علينا. هو دلوقتي ضغطه كام يا فندم؟ ضغطه كام؟ 150 على 100 على طول. على طول. طب هياخد دواء بسيط قوي دلوقتي اكتر من 6 ايام نقصوه في
فترات يعني مثلا الصبح مره خلاص انا خلاص خلاص شخصت يا فندم، لانه مرتين الضغط يتزاد يعني انت بتقول على طول ده مرتين كفايه، يبقى انا شخصت كده. هناخد دواء بسيط او وسهل جدا واخبار حضرتك ورخيص، هناخد ترايتيز، ترايتيز 5 مللي جرام حبايه قبل الفطار كل يوم بس، دي هتظبطه بامر الله تعالى ومش هنحتاج حاجه تاني، وقلل الملح في الاكل ان شاء الله. شكرا يا ام انس، شكرا. الاتصال اللي بعده استاذه فايزه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اهلا يا ست فايزه. ايوه ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. كلمة حضرتك من اسبوعين انا عندي غده درقيه، وحضرتك قلت لي خدي 200 سالتروكسين. اه ده امتى سيادتك؟ الاسبوع اللي فات؟ بقى لي زي 15 يوم كده يا دكتور. طيب حضرتك كنت كاتب لي علاج بس ما لاحظتش اقرا اسمي، يعني عشان بطني مليانه شويه. ما سمعتش. حاولي تتكلمي بوضوح شويه بس. ايوه دكتور. بالراحه يا فندم. بتقولي ايه سيادتك؟ بتقولي ايه؟ حضرتك كنت ماشيني على البرشام قلت لك باخد 150 قلت لي خدي 200. طيب. ايوه. ايه المشكله دلوقتي؟ الكتروكسين. حضرتك قلت لي مش عليه شهرين، انا لسه بقالي اسبوعين بس، حضرتك كنت كاتب لي علاج بس انا نسيت اسمه يعني. اه اعتقد عشان كده ناخد الدكتون 100 مللي جرام حبايه قبل الفطار كل يوم. ماشي يا دكتور. والشهرين نكمل عليه. نعم؟ هتنزل شويه دي؟ بامر الله مع الرجيم بقى، لان الغده الدرقيه يا جماعه اللي بتبقى يعني واطيه مش بتتخن 30 كيلو. هي تخن 15 كيلو 15 وما يكون في اهمال شديد في العلاج، وده ما بقاش موجود دلوقتي. كان زمان الغده الدرقيه تخلي الناس عاملين كده زي الفيله، لا وجلدهم تخين وخشن وشعرهم خشن وصوتهم زي صوت الضفدعه وحاجات كده. طب ودلوقتي يا دكتور؟ دلوقتي اصل خلاص الدواء مرطرط والناس كلها بتكتبه لاي حاجه، فده كويس. انت ممكن تقف تدي الناس كلها غده درقيه دواء، يعني تقف بره في الشارع كده مثلا حضرتك في اي ميدان تقول له يا ابني خد الكيس ده امشي كل يوم حبايه ولا حاجه، له حاجه 99% الناس هتخف. تمام ماشي، شكرا شكرا استاذه فايزه. ناخد الاتصال اللي بعده، استاذ احمد السلام عليكم. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك الدكتور، معاك يا استاذ احمد. اهلا ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك. وحضرتك طيب يا بيه. والله انا مريض سكر من 20 سنه. سن سيادتك قد ايه يا فندم؟ نعم السن 55 6 داخل على 56 سنه. الوزن كام يا ريس؟ الوزن حضرتك 180. طولك 165 مثلا ولا اكتر؟ طولي 172. طيب يعني احنا عندنا مثلا 20 كيلو زياده. بالمصري 15، يلا خلينا كده. نعم بالمصري يبقى 15 كيلو. بالمصري يبقى 15 كيلو زياده؟ لان احنا مش هنشتغل اوروبي، اوروبي هقول لك يبقى 35 كيلو. طيب انا حضرتك لا وزنه 115 مش كده يا ريس؟ لا انا وزني 180 كيلو. 180 ألف سلامة عليك. وطولي 172. ما كنتش هسأل على الطول. 180 ده بص حضرتك من غير الطول يعني طولك 180 190 2 متر، احنا عندنا 70 80 90 كيلو زيادة. لا انا حضرتك وزني 80 كيلو. 80 ده التناقص في الوزن، امال ايه 180؟ ايه يا اسامه؟ هو قالها 180. اوعى تزعل منا. لا هو اتلخبط، انت اتلخبطت يا استاذ احمد. ايوه يعني الوزن 80 كيلو. 80 كيلو. والطول 172 والسن 56. لا بص بقى اخاف منك بعد كده. والله هو قال. طب اهو يا علي هو قال ايه؟ اشهد يا علي الحق. ال 180 والله. طيب اتفضل. لا 80 كيلو معلش. يعني انت سيادتك وزنك يعتبر قليل بالنسبه لنا كمصريين. اتفضل. ايوه حضرتك دي بقى حاجه انا بعاني منها. ايوه هتخنك وتبقى زي الفل بس مش هتتجوز على مراتك. بلاقي يعني وشي مطبق كده. صح يا حبيبي. وانت 56 سنه قلت لي صح؟ 56. سيادتك 56 يا فندم صح؟ الصوت حضرتك بيروح. سيادتك 56 كيلو؟ بقول لك انت الشبكه تقريبا غير المكان. انت الشبكه لا سامعه كويس ان شاء الله. تمام. حضرتك يبقى نمره واحد. احنا عندنا سكر ولا ما عندناش؟ ما في سكر حضرتك. ايوه بقاله كام سنه؟ 20 سنه. طيب بتاخد علاج ايه يا فندم؟ باخد اميريل ام. طيب 500. ايوه. وسودوفاش. ايوه. وحاجه اسمها مكمل غذائي طز ولا له لازمه؟ سيوتوسيد. خساره ضيع وقتي. نعم سيوتاسيد.
سيتوسيد 300. اه سيتوسيد ماشي. طيب السكر الصايم كام يا فندم؟ السكر الصايم ما بيتعداش ال 105، الصايم 100 130 150 حاجه زي كده. وبعد الاكل بعد الاكل بساعتين كام؟ بعد الاكل بساعتين بيوصل 175 وساعات ال 200. طيب احنا بناخد بص احنا عايزين نزيد كم كيلو؟ نعم عايز تزيد كم كيلو؟ خمسه كويس؟ يعني ماشي يا ريت. طيب الحقيقة احنا السكر بتاعك يعتبر في ارتفاع زيادة عن الطبيعي بنسبة 20-25%، بس مش مخيف. في طريقة سهلة، في طريقة سهلة ندخن على طول خلال الشهرين دول تجيب الخمسة كيلو. واوعدك ان انا هوقف لك الدواء تاني. لو خدنا انسولين 20 وحدة قبل الغداء كل يوم من رخيص اسمه ميكس تارد، شهرين هتحط 7-8 كيلو، من 5-8 كيلو. وبعد كده اوعدك ان انا هوقفه لك تاني. ايه رايك؟ سهل ماشي. لو هاخد حاجه يعني عايز حاجه يعني، لان هو بيبان على وشي. طب خلاص هناخد ميكس طرد عشان تريحنا. انا عندي ادويه تانية بس هتبقى يعني بالنسبه لي بقى ايه شهرين ثلاثه ويجيب نتيجه ضعيفه. فاحنا هناخد ميكس طرد، ميكس طرد انسولين 30 اسمه ميكس طرد. حضرتك ابقى عيد الحلقه، ميكس طرد 30 ده انسولين. هناخد حضرتك 25 وحدة قبل الغداء كل يوم لمدة شهرين وتكلمني تاني. حتى لو السكر زاد سنة ما تخافش، بس لو انخفض تزود الأكل. ألف سلامة. شكرا يا أستاذ أحمد. أنا عارف هو عايز يقول إيه. إحنا يا جماعة أما بنيجي عندنا نكلم ده الأول ولا لا لا إحنا معانا الأستاذة زينب صح؟ سلام عليكم. خليك يا ست زينب معانا بس سريعا. لحظة والدكتور هيبقى معاك. مع حضرتك. وحتى وطي التلفزيون لان الزنه جت. انا وطي التلفزيون سيادتك. طيب وقف الموبايل بعيد عشان بس احط معلومه مهمه قوي. حضرتك حينما يكون الوزن ناقص تمام، انا يبقى غرضي هو زياده الوزن، وزياده الوزن غير مرتبط بضبط السكر. يعني واحد ناقص وزنه مثلا 20 كيلو انا ممكن اتغاضى شويه شهرين ثلاثه عن مستويات السكر، ارفع له الاول وزنه 10-15 كيلو، بعد كده ابدا اظبط السكر. يعني الاول تظبيط طيب الوزن. طيب انا اديته دلوقتي انسولين لاول مره في حياته، احتماليه ان السكر ينخفض قائمه بنسبه 60-70%. هيعرفها ازاي؟ يحس بشويه دوخه، عرق، بارد، مش عارف ايه. فيبقى عنده الجهاز موجود، هيعرف الوقت اللي بيبدا. ولذلك انا مديله الانسولين قبل الغداء. تمام. فهيعرف الوقت اللي بيجي له فيه هبوط السكر اللي هو هيبقى 90-80-70 مع الاعراض اللي انا قلتها، او في عدم وجود الاعراض، او دوخه، او عدم تركيز، او ميول للنوم. فحضرتك يروح على طول حلو قوي، يروح جايب سندوتش واكله اما يحس بالدوخه. مع الرفيعين ده جميل جدا بقى، اما يكون السكر نازل وياكل ما شاء الله بيطلع كده في الجمال بتاعه. اتفضل. حلو. طيب زينب الاستاذ زينب فصلت، يا ريت تعود الاتصال تاني. ناخد الاستاذ حسن. سلام عليكم يا استاذ حسن. أيوة. اولا مصلحه ليك عشان تستفاد من الدكتور ووقت الدكتور برضو علشان نقدر ناخد اللي بعده. وطي التلفزيون بس. سلام عليكم يا فندم. سلام السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم استاذ حرس يا فندم. حرس حنفي. حرس حرس حجر. حرس 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 السيف. حهر ثين ثلاث نقط. ايوه يا فندم. ايوه حرس مش حرس. ليه بقى؟ والدتي يا حرس اسمها سعد داود محمد. استنى بس، ده انت فيرب يا ابني، ده انت فعل. حرس مش كده؟ لازم واحد يكون دارس لغه عربيه. لا طب ما جاهز يا اخي. حرث اللي هو الثمار. مولود في كتيبه بس. انا بهزر معاك. اتفضل اتفضل يا استاذ حرس. والدتي يا فندم كانت بتعاني من كسور في الكلى، والحمد لله غسلت مرتين وبفضل الله يعني ربنا كرمها، وبتاخد بالعلاج يعني. الحمد لله بتاخد علاج. فدلوقتي عندها احزام ناري في جسم يعني الضريه بدل اكتر من حوالي سنه، وغلقنا بيها بصراحه. حزام ناري. طيب حضرتك مع الحزام الناري ده حضرتك لازم نشوف الجهاز المناعي، لانه عاده بنخاف منه يكون الجهاز المناعي متاثر. هي عملت غسيل كلى كمان مرتين، فنخاف كده مرتين بس طلعت من الحمد لله من الرعايه كويسه يعني. طب ما هو سؤال ليك بقى يا ابو الحرس كده. طب انا بربط ليه غسيل الكلى مع الحزام الناري؟ ما تقول لي انت. لان حضرتك ممكن معلش انا على حاجه اهو، انا حاجه ده انا بهزر معاك. ممكن اثناء الغسيل نفسه حصل فيروس جالها او جالها ما شابه،
او حاجة تانية قللت المناعة اثناء الغسيل. هو الحزام الناري دي جالها بعد ما طلعت من يعني من موضوع الغسيل في حوالي سنة او سنة ونص كمان. ما هو يعني ما هو برضو حضرتك فترة كتير بعدها فترة جامدة. ما انا بقول لسيادتك دلوقتي في احيانا بعض الامراض بتتأخر على ما تظهر اعراضها. وعرضها هنا الحزام الناري بنخاف لا يكون هناك في نقص. هتعمل تحليل اللي بقول لك عليها دلوقتي، هتعمل سورة دم، سرعة ترسيب، حاجة اسمها HIV. ما تقولش ليه بطلب الحاجات دي. ماشي؟ الو؟ طب اوكي. ايوه يا فندم حضرتك. هتعمل لي سورة دم حضرتك. طبعا انت بتاخد ادوية للحزام الناري وحاجات بتاخد مسكنات بس طبعا بس هو الحزام بسيطة خالص عشان الموضوع الكلى يعني بتبقى يعني زي يعني زي 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 حاجات الاطفال كده. لا استنى، هو الكرياتينين نسبته طبيعية دلوقتي؟ طبيعية يا فندم 100%. طيب واحد وثلاثة من عشرة مثلا الكرياتينين؟ لا ده اقل من كده ان شاء الله يا فندم، يعني حوالي اثنين، ما بيزيدش على اثنين ونص يعني اثنين. لا هو الطبيعي لحد 1.6 مثلا حاجة زي كده، ولكن مش مشكلة. هي اثنين. اديني فرصة. طب اتكلم بقى، اديني فرصة. انا فاهم. بص يا حبيبي انا تقول اربع كلمات الموضوع بيتفك عندي. حضرتك دلوقتي ايام ما عملت الغسيل ده ممكن تكون خدت بعض الادوية اللي بتأثر على وظائف الكلى الحادة، والكلى بترجع تاني طبيعية 100% بفضل الله تعالى على الحالة ما كانت قبل هذا الحدوث. ممكن خدت ادوية للروماتيزم، مش عارف ايه، حصل التهاب في الكليتين، حصل الضغط وطي شوية، اي حاجة مش لازم يكون عندها هي. انا اللي انا عايزه دلوقتي بالنسبه للحزام الناري، هتعمل صوره دم وسرعه ترصيب، وهتعمل لي حاجه اسمها HIV و HCV اذا سمحت، وبلغني الاسبوع الجاي ان شاء الله. ماشي. شكرا سنة. شكرا على الاتصال. شكرا على الاتصال. نرجع لموضوعنا تاني. لا كان في حد اتصل بينا فرصه. معنا الاستاذ لطفي. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ لطفي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيادتك انا بنتي عندها ضيق في التنفس ووديناها لدكاتره صدريه كتير ومفيش علاج جايب معاها فايده، فحولوها لدكتور جهاز هضمي. ورحنا لدكتور جهاز هضمي فبيقول لها اعمل لك منظار. سنها كم سنه يا فندم؟ سنها 33 سنه. 33؟ ايوه يا فندم. اما بتنام كرشه النفس والكلام ده بتجي لها، ما بتنام على ظهرها؟ ما بتنام على ظهرها، بتجي لها كرشه نفس جامده. بص يا فندم، ده ارتجاع في المريء، وممكن ناخد دواء من غير ما نعمل منظار الاول، نجرب كده لمده 3 اسابيع. فهناخد حضرتك حاجات بسيطه ان شاء الله، زي جاسترازول 40 ملي جرام حبايه قبل النوم، وهناخد كمان حضرتك برين حبايه قبل الاكل مرتين 10 ملي جرام بنص ساعه قبل الغداء وقبل العشاء. وحضرتك ترفع المخدات وهي نايمه، ولو كانت سمينه تقلل الوزن شويه، ولو كانت بتدخن بهزر معاك طبعا توقف التدخين، واخد بال حضرتك. وما تاكلش قبل العشاء، يعني اخر وجبه تاكلها تكون على الساعه 5 مساء. بعد كده ممكن لو هتاخد حاجه تاخد شويه لبن بارد قبل النوم مباشره، مش كميه كبيره قد فنجان القهوه. الف سلامه يا فندم. والكلام ده لمده 3 اسابيع. وكلمنا. شكرا استاذ لطفي. ناخد استاذ غاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي بس بعيد عن التلفزيون شوية يا استاذة غادة. ممكن؟ طيب الاتصال قطع. عاود الاتصال لو سمحتي. طيب كان في اول اتصال احنا ما اتكلمناش عنه. كان في مؤنس؟ لا الست اللي اتكلمت والخط قطع، وكان الخط بيقطع. ما بتفكرنيش. اللي كان فصل. ده في الاول خالص يا استاذ. فصل من عندها هي. طيب ناخد الاستاذ احمد. سلام عليكم. يا ريت هي تتصل بينا. وعليكم السلام. ولا الخطوط بتقع من كتر الاتصالات؟ عليكم هي السلام. في ضغط على الخطوط. مش عارفه تدخل تاني. يا ريت تدخلي تاني عشان ما يجيناش احساس بالذنب. بس يا ريت. اتفضل يا فندم. استاذ احمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ احمد. الدكتور سامع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الو. مع سيادتك يا فندم. اتفضل. انا عندي خشونه في المفاصل او تاكل. سن سيادتك كم سنه؟ وتعبان جدا لذلك ان انا دلوقتي ما اقدرش اتحرك. نعم. سن سيادتك كم سنه؟ انا عندي في 80. طيب وزن سيادتك قد ايه يا فندم؟ 110.
مش تخين قوي يعني. 110. وطول سيادتك قد ايه؟ 180. طيب يعني انت حضرتك مش تخين قوي يعني، بس يعني في خشونه في الركبتين وده مش مخلي حضرتك تعرف تتحرك خالص، صح؟ انا ما اتحركتش خالص. طيب في يعني في حاجه اسمها هاليورونيك اسيد، ده دواء اسمها كيورافيسك او ما شابه، بتتاخد حقن موضعيه في الركبتين. هي طبعا مش ده علاج نهائي، ولكنها عامل زي ما تكون انت بتزيت المفاصل. فممكن اي حد جنبك الحقنه تافهه وعلاجها تافه، اي دكتور كده بيفهم في العظام معاه ماجستير حتى صغير يديهم لك يقدروا يحركوا سيادتك. ده واحد. اتنين، لازم نقوي العضلات اللي حوالين مفاصل الركب، ودي حضرتك بيبقى علاج طبيعي. ابسط حاجه في عضله السمانه الاماميه، ودي عضله اللي هي بنسميها وش الايه الفخده في الذبيحه لا مؤاخذه عندنا كلنا، دي عضله ضخمه. العضله دي بتضمر مع تقدم السن ومع عدم استعمال المفصل. فسيادتك هتحط رجل على رجل وتجيب تقل على مشط رجلك من فوق، وليكن وزنه كيس رمل كده وزنه كيلو، وترفع رجلك وتنزل 10 مرات مثلا كل 3 ساعات 4 ساعات. دي هتقوي العضلات ونبدل الرجل على اليمين كده وتنزل. العضلتين السمانه دول القدامانيين، مش السمانه سوري، اللي هو وش الفخدتين اللي قدام دول، العضله وحدها في بني ادم اللي زينا كده توصل 8 كيلو. فالعضله دي بتبقى توصل 2 كيلو. طب تبقى عامله خيط. فهو ما هيعمل العضلات دي دي هتشد تبعد العظام عن بعضها، بدل ما الرجلين بتبقى تكبس العظم كله بيكبس على بعضه كده، بترفعه شويه فيقدر يخف الحمل مع ده ان شاء الله. ما حبسي ادويه الروماتيزم لحضرتك، لان ممكن تعمل تقرحات على المعده، ممكن تعمل مشاكل في السن الكبير، وبعدين ممكن تاثر على الكليتين تاثير سلبي لا قدر الله، ممكن حتى فشل كلوي. تمام، بالشفاء يا استاذ احمد. الحظ السعيد استاذه زينب اللي فصلت رجعت لنا تاني. طيب السلام عليكم يا استاذ زينب. عليكم السلام يا دكتور. اتفضلي. لو سمحت الخط حلو قوي. كلم الدكتور. اتفضلي يا استاذ زينب. لو سمحت يا دكتور، انا دايما عندي انيميا. ده مش هي، لا بتعلى بتبقى 10 وبعدين تبقى 6 تبقى 5.5. انت سنك كام سنه يا فندم؟ انا سني 45. الدوره بتيجي يا فندم؟ ايوه. الكميه كبيره؟ بتقعد 3 4 ايام. لا، كميه كبيره عن زمان، عما كان عندك 30 سنه؟ لا يعني 3 4 ايام وكميه عاديه. اوكي. حضرتك خدتي ادويه طبعا عشان الانيميا او نسبه الهيموجلوبين اللي بتوصل 10 و6 كما تدعين سيادتك؟ لا، باخد نقل دم. طبعا. طيب زملاتنا اما عملوا تحاليل طبعا طلع الحديد ناقص ولا الحديد طبيعي؟ هو كل حاجه ناقصه. يعني الحديد ناقص؟ ايوه. طيب احنا انا شايف ان انت حضرتك نقل الدم ده لازم، لان لو 6 أو 7 الهيموجلوبين ممكن يعمل. لا، ده هو 6 و5، بتبقى 10 وبعدين تنزل تبقى 6 و5. لا، في تكسير عندي في كرات الدم الحمراء. ايوه. يعني في تكسير. عارفه فاهمه كلامي ولا بتجاريني وخلاص؟ انا فاهمك. في تكسير في الدم. ما هو انا اللي خلاني عرفت ان انا الانيميا عندي بتنزل، دكتور العظم انا كان عندي رجلي مكسوره، كل ما اروح اعملها تتكسر، قال لي شوف ايه اللي بيكسر الدم عندك. لا، تكسير الدم يعني الخلايا بتاعه الدم بتتكسر. ساعات اما بتتكسر خلايا الدم عينيك بتصفر خفيف؟ لا، ما باخدش بالي. الدكاتره قالوا لك ان بيبقى فيه نسبه البلوروبين اللي هو الصفره بتزيد شويه؟ لا. طيب عموما الحاله بتاعت سيادتك انك بتاخدي كده، واضح ان في تكسير في كرات الدم الحمراء في السن الكبير ده، لازم نعمل تحليل، هنعمل صوره دم وسرعه ترسيب وحديد، نسبه الحديد قد ايه، وحاجه اسمها توتال ايرون باند كاباسيتي وفيريتين. هو عيد الحلقه وسجلها وروح للمعمل. وهنعمل كمان حضرتك حاجه اسمها كومز تيست دايركت واندايركت، وكلمينا الاسبوع الجاي ان شاء الله. الف سلامه. شكرا شكرا استاذه زينب. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه ايه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور عن متلازمه الاجهاد القذري. اتفضلي. وفي عندي مقاومه انسولين وفايبروماليجيا. فايبروماليجيا. طيب إيه؟ لا، احنا مش هنسال نظري،
انت بتشتكي من ايه سيادتك؟ انت عايزه محاضره، لكن انا هنا بعالج الناس. انا باكل كتير. ايوه. مش بحس بالشبع، ودايما عندي خمول وارهاق، ومجهودي قليل جدا، وسكري بيوطى على طول، وضغطي بيوطى على طول. من امتى الكلام ده؟ من زمان يا دكتور. عملت تحاليل ايه يا فندم؟ ما عملتش تحاليل حضرتك غير السكر التراكمي، كنت باخد سيدوفاج لحد ما بتتعالجي بلدي قوي يا ست الكل، ما تزعليش مني، بتتعالجي بلدي قوي. ايه سكر التراكمي؟ بتقولي سكر بيقل يا فندم. هو انت عندك سكر؟ طيب حضرتك عندك سكر حضرتك؟ ايه؟ عندك سكر؟ لا، هو السكر التراكمي اخر مره كان 5.5. ما ولا له لازمه في حاله سيادتك. حضرتك يا فندم احنا السكر اللي بيوطى ده ما بيجيلك نوبات انخفاض السكر وانخفاض الضغط. بس حضرتك انا وزني كبير، يعني انا 110 وطولي 165، ما فيش حاجه عشان انزل في الوزن. استني، انا مش بتاع اعشاب يا استاذه، انا بشخص المرض الاول. يبقى انت حضرتك مش متابعانا بقالك كتير. شوف يا فندم، انت حضرتك دلوقتي اخر 6 شهور وزنك زاد قد ايه؟ وزني زاد حوالي 10 كيلو كده، او 8. 8 كيلو في 6 شهور. وبتاكلي كتير لانك بتحسي بالجوع على طول، صح؟ تمام. طيب حضرتك هتقيسيلي نسبه الانسولين صايم، ونسبه الانسولين بعد الاكل بساعتين، ونسبه الانسولين تمام بعد الاكل بخمس ساعات، وكل مره تمام مع دول معاهم السكر، يعني سكر صايم وانسولين تمام صايم، سكر بعد الاكل بساعتين وانسولين بعد الاكل بساعتين، تمام، سكر بعد الاكل بخمس ساعات وانسولين بعد الاكل بخمس ساعات، تمام. وهتعملي لحضرتك نسبه الكورتيزون صايم، وتكلميني بعد كده. الف سلامه. شكرا يا استاذه ايه، ويا ريت دايما تتابعونا على الفيسبوك او النت. يعني بيبقى في اعراض يا حسام. يا حسام اتفضل. اعراض يعني الواحد اما يسمعها يتخض، وتقول لك باخد عامله الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو التراكم. وده بيبقى قصوره يا دكتور في ان هو ما بتروحش للدكتور او التشخيص. لا، هو الدكتور لازم عنده قدر من القاعده المفروده القويه جدا، اللي يعرف حتى ما يقولش يعالج، يوجه. تمام، واخد بالك؟ اتفضل لو عندك حد. خلصنا. مش معنى احنا واقفين لنا على الواحد بالظبط بالدقيقه. مش معنى طب مش قايمين. الدكتور بيقول لك مش قايمين، هتعمل ايه؟ طيب احنا بس الدقيقه بتاعتي بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. احنا مش دكاتره اعشاب، ولو انا عاوزين نعمل اختبار انا وانت، هنقول وصفه كده مره للاعشاب ونمشي. طبعا هقص ونصب. انا بحب الحلبة واحتيال. ما انا هقول لك ازاي. هنقول مثلا حلبة، معلقة حلبة على نص محلقة سمسم على نص ليمونة، بيتها في مية لمدة 24 ساعة. طب افرض يا دكتور ظبطت، هتظبط في 50% من المرضى. انت مين اللي، ما انا بقول لك هتظبط 50% من المرضى. ده علميا اي هقص هيكسر. هو زمان يا دكتور في اي حاجة يقول لي خد مفتقة. بس لا، بس عشان بتكلم جد، دخلة دي لسه عشان بس الدقيقة. نمرة 2، احنا بنشخص المرض مش تمام. 3، بنوصف دواء. ووصف الدواء انا بكتب ارخص دواء ممكن نوصفه، لان انا ما اعرفش مين اللي هيقدر يتحمل ومين مش هيقدر يتحمل. ده جميل. ولذلك كل ادويه السكر اللي بكتبها الادويه اللي كنا بنكتبها من 30 سنه و40 سنه. يعني ما بلجاش. احنا دلوقتي عندنا ادويه سكر ممكن تكلف المريض في الشهر 2000 جنيه وساعات 4000. بس يعني ده دواء واحد. يعني يا دكتور بس هو في سؤال هنا. اتفضل. يعني العلاج مش مهم ان يكون غالي، يعني ممكن يجيب نتيجه ورخيص. لا انا لا باجي على نفسي. عارف باجي على نفسي ليه؟ لان انا مش فارق معايا ان انا العيان ما باخدش منه حاجه، فعشان كده بعالج زي ما بتقول كده بدون باريحيه. تمام. الطبيب ما بياخد اجره، ده حقه ومش غلط، بيبقى متصربع، فممكن يعدي بعض خطواته وما يصبرش. العين مش هيصبر عليه، العين هيصبر معايا انا. تمام. اخبار حضرتك لان ما مش هاخد منه، مش عايز اخد منه. تمام. بفضل الله. يعني هو دلوقتي كده احنا زياده عن الوقت بدقيقتين، هم ما دخلنا كمان. لا لا خلاص. اكيد تسمح لنا ان شاء الله. بس نقول بس يوم الاحد ان شاء الله ميعادنا من 8 ل 9.
حد جاي من 8 ل 9 ان شاء الله. معاد الحلقه القادمه للدكتور محمد سعد في برنامج كونسول تولي ميديسن من 8 ل 9 يا دكتور ان شاء الله يا فندم. انت معايا من 8 ل 9 مع بعضينا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسول تولي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.